بسم الله الرحمن الرحيم. العجل ده عنده نفاخ متكرر زي ما حضرتكم شايفين في منطقة الكرش كده، ولو بصينا من ورا هنلاقي الكرش من فوق جامد. اتعمل له هنا مكان تروكر، اتفتح البطن فتحة صغيرة عشان يحاول يفضل الكرش، مفيش فايدة. اخد حقن اتحرك الكرش برضو ما جابتش نتيجة، فكان لازم يتعمل له عملية رومونوتومي وفتح كرش عشان خاطر نفضي محتويات الكرش كله عشان يرجع العجل لوضعه الطبيعي جدا، لان مفيش جدوى من الذبح في الاوزان الصغيرة دي. طبعا دي الحاجة اللي هي عاملة القصة دي كلها زي ما انتم شايفين، مفيش حيوان هيقدر يعيش بكمية البلاستيك اللي في الكرش.